وتعالوا خلينا نشوفكم نتيجة زراعة الكرفس العملاق أو طويل الاستيقان مثل ما يسموه. كرفس طويل الاستيقان. وهذا الكرفس العادي مالتنا. هذا الكرفس هو هذا العملاق، وهذا الكرفس العادي مالتنا. بسم الله راح أشلع لكم واحد وأشوفكم إياه. واضح؟ يعني تقريبا بغض الأصبع. بسم الله. مثل ما تشوفون هذه النتيجة بعد كم شهر من الزراعة، تقريبا 3 أشهر. شوفوا ما شاء الله طول الكرافس بغض العوادي مالته، تقريبا بغض الأصبع، وهو أصلا يوصل لطول أطول. إحنا أخطأنا خطأ بالزراعة، خلينا البذور بمكان صغير، ثمنا ما كله بشكل تمام. بس شوفوا ما شاء الله شلون رهيب، يعني تقريبا 60 سنتين طول الاستيقان مالته، والنكهة مالته رهيبة جدا، أنصح بزراعة جدا. هذا الريحان الإيطالي زرعته بالشتاء طبعا، إن شاء الله صار فد شيء رهيب يعني. هذا العادي مالتنا وهذا الإيطالي. طبعا الإيطالي النكهة مالته أقوى من مالتنا تقريبا 5 أضعاف 6 أضعاف، رهيب رهيب.